السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الجزائرية للأجهزة مفتوحة المصدر، وهو الفيديو الثاني الذي خصصناه لمشروعنا لإنجاز ساعة خاصة بشهر رمضان المبارك باستعمال بطاقة الأردوينو. إذا كنتم لم تشاهدوا بعد الفيديو الأول حول مشروعنا لهذا ندعوكم إلى مشاهدته، وهذا لكي تكونوا على علم على كل التجهيزات التي نستعملها في هذا المشروع. هذا المشروع الذي أردناه تفاعليا حيث نطلب منكم إفادتنا بآرائكم واقتراحاتكم لتطوير هذا المشروع، ولقد حصلنا على بعض الاقتراحات التي إن شاء الله سوف ندمجها لمشروعنا هذا. إحدى الملاحظات التي قدمت على المشروع تتعلق باستعمال بوزر بسيط للإعلان عن وقت الإفطار، ولهذا قد تم استبدال البوزر بمكبر صوت ذو قوة 5 واط، وتم استبدال أيضا صوت التنبيه بمقطع صوتي، والآن نشاهد نتيجة هذا التغيير. ما دام هذا المشروع لا يزال قابل للتعديل والتغيير، فإننا لن نتطرق لشرح مصدر البرنامج، لكن نعدكم أنه عندما يصل المشروع إلى حد متطور قليلا سوف نخصص فيديو أين سوف نشرح سطرا بسطر محتوى البرنامج. على كل حال يمكنكم تحميل مصدر البرنامج من حسابنا على الجيت هاب والتطلع عليه. نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، والآن نحن في انتظار اقتراحاتكم حول الوظائف التي
يمكن إدماجها في مشروع ساعتنا الرمضانية، حيث يمكنكم التواصل معنا ونشر اقتراحاتكم عبر قناتنا في اليوتيوب أو باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك أو تويتر. في الأخير ما علي إلا أن أقول لكم صياما مقبول وسلام.